تنفيذا لتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة ووزارة الدفاع، ومن باب مبدأ مد يد العون والمساعدة، قيادة القوات الجوية تساهم بنقل المساعدات الغذائية والطبية إلى مطار العريش لإغاثة أهلنا في قطاع غزة. تنفيذا لتوجيهات السيد القائد العام للقوات المسلحة المهندس محمد الشاع السوداني، وبمتابعة من قبل السيد معالي وزير الدفاع وكذلك السيد رئيس أركان الجيش، تنطلق اليوم الوجبة الخامسة من خلال طائرات القوة الجوية العراقية بنقل 20 طن من المواد الطبية المخصصة لشعبنا المحاصر في قطاع غزة. حقيقة هذه المواد تأتي من خلال التنسيق العالي للجنة الخاصة باستلام وتسليم التبرعات من الحكومة العراقية والشعب العراقي، التي أمر بها السيد القائد العام للقوات المسلحة برئاسة السيد مستشار رئيس الوزراء لحقوق الإنسان دكتور زيدان العطواني، وعضوية وزارة الدفاع ووزارة الداخلية وجهاز المخابرات والحشد الشعبي وكذلك وزارة التجارة والهلال الأحمر العراقي. التنسيق عالي ما بين السلطات العراقية والسلطات المصرية، والرحلة يرافقها أيضا الهلال الأحمر العراقي الذي يقوم بدوره بتسليم هذه الشحنات والمواد الإغاثية إلى الهلال الأحمر المصري في مطار العريش الدولي. الجسر الجوي مستمر بتوجيه السيد القائد العام للقوات المسلحة، وإن شاء الله احنا مستمرين بإيصال كل ما يحتاجه أبناء شعبنا المحاصر في قطاع غزة. الوجبة الخامسة إن شاء الله راح تنطلق إلى مطار العريش بمساعدة الهلال المصري، يتم إيصالها إلى الشعب الفلسطيني. وهذه المواد مكونة من 20 طن من أدوية ومستلزمات طبية ومواد غذائية، وعندنا وجبات لاحقة ما يعادل 2025 خيمة و 42 ألف بطانية، وعندنا مواد متكدسة بالمخازن مع الهلال الأحمر، مواد غذائية زائد مستودعات الدفاع الجوي. وتبقى الحكومة العراقية سباقة ومساندة بإرسال المساعدات إلى أخواننا في فلسطين. سيف العاصمي، إعلام وزارة الدفاع.